بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 342 من المشاركين من ممثلي 45 كيان مصري حول العالم. كمان النهاردة طلاب الثانوية العامة اللي قدموا تظلمات على نتيجة هيتاح ليهم الاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة بهم وكتابة الملاحظات. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 342 من المشاركين من ممثلي 45 كيان مصري حول العالم. المؤتمر هيستعرض خطط الاستثمار والتنمية في مصر وإشراك المصريين بالخارج فيها، ده بجانب مقترحاتهم واستفساراتهم، وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية. النهاردة طلاب الثانوية العامة اللي قدموا تظلمات على النتيجة هيتاح ليهم الاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة بيهم ومقارنتها بنموذج الإجابة، وكمان هيتاح ليهم كتابة ملاحظاتهم على التصحيح. كمان النهاردة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هتعقد الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمقر الأمانة العامة. هيشارك في الاجتماع 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. النهاردة هيلتقي منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة مع الكاميرون في تاني مبارياته ببطولة إفريقيا اللي بتستضيفها تونس. المباراة هتكون الساعة 5 بالليل بتوقيت القاهرة.